أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. شارك عدد كبير من أبناء النادي الأهلي في الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم في جميع أرجاء الجمهورية، وكان العمري فاروق نائب رئيس النادي قد أدلى بصوته اليوم بإحدى مدارس حي الدقي، وحرص مهند مجدي ومحمد الجرحي على المشاركة في الانتخابات أيضا في اليوم الأول، حيث أدلى مجدي بصوته في مدرسة الشهيد هشام عبد العزيز بمدينة نصر، في حين أدلى الجرحي بصوته في مدرسة الحي الأول للتعليم الأساسي بمدينة السادس من أكتوبر، وأدلى الكابتن أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق بصوته بمدرسة ميت عقبة الابتدائية في المهندسين، كما أدلى وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز بصوته في مدرسة نور للمكفوفين بالمهندسين، وشارك أحمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي السابق بصوته بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة ديوان وزارة الزراعة في الدقي.